أهل العمارة يضلوا أهلك وناسك يا عكاش؟ والله يوم اللي ظلموها لأمي وقلعوها برا الحارة وخلوها تموت بقهرها كمان كانوا أهلي وخلاني. خلصنا بقولك عكاش؟ خلصنا بقى؟ رح نضل نعيد ونفتي بأي سيرة ما رح نخلص؟ لا ما خلصنا سيد راسي، ما خلصنا، والقتاوة بدها تندفع عن دوز بارة، وابني بده يرجع لي، ولا قسما بالله العلي العظيم ولا واحد فيكم ولا واحد من أهل العمارة بيسلم من شرها. لك أنت شو أنت؟ ولك شو معدنك؟ أنت بتعرف حضرتك إنه ابني مسلقن بالحاكمية هلا؟ بتعرف ليش؟ لا والله ما بعرف ليش. ما بتعرف شو صار بالخسخانة؟ ولا كمان ما عندك علم؟ شو خص هاي بهاي؟ ولك شو خص هاي بهاي؟ ولك ابني سرقنوه لأنه ما رضي يفتح تمه بحرف، ما رضي يقر عليك، وإذا بيعلقوا مشيته لفاروق ما بيقول حرف عليك. تعرف ليش؟ ليش؟ لأنك ابن البلد، ابن حارة العمارة، ونحن ما منضحي بابن البلد كرمال الغريب يا عكاش أفندي. سيدي كتر خيركم، ولاد أصل والله، وأنا كمان ابن أصل وما رح أنسالكن ياها. معكم مهلة 3 أيام بتدبروا فيها الأتاوي، وابني هلأ بدي شوفه. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا عكاش أفندي قبل ما يرجع عقل الرحمن لراسك ما رح تشوف ابنك، منيح هيك؟ شو شيخي؟ بيجوز هالحكي من الله؟ رب العالمين بيرضاها أني ما أشوف ابني؟ فتيلنا ياها. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وهذا شرع ربنا، وما بنحسن نحرمه شوفة ابنه يا زعيم. حسبي الله ونعم الوكيل. شو؟ لوين بدك تاخده لسعيد؟ لوين؟ أبوك قال لي روح جيبه لسعيد بده يشوفه عكاش. عكاش هلأ صار بده يشوفه؟ مستحيل خليه يروح، مستحيل. أبوك وعضوات الحارة هيك بدهم، ولا ناوي تكسر كلمته للزعيم؟ أنا ما بكسر كلمة أبي، بعمري ما كسرتها، بس عكاش ما بيتأمل له، ما بيتأمل له بنوم. هدي أختي هدي، عم لك أنا وأبوك وعضوات الحارة هنيك، شلون بده ياخده يعني؟ ما في تاخده، ما في تاخده، ما بيكفي ضوات عمري وحياتي مع عكاش، والله بقتل حالي قبل ما ياخده. بس أنا بدي أشوفه لأبي. شو؟ أنا بدي أشوفه. الولد عم بيقول لك بده يشوف أبوه، هو بده، وأبوكي موجود وأعضوات الحارة موجودين، ابعتيه لا تخافي. امشي خالي امشي، لا تاكلي يا أختي. شلونك يا أبي؟ شلونك؟ يا أبي والله مش ساكتي. يا أبي والله أنت ما فهمتك، بس ليش هيك العالم بيحكوا عنك؟ لأنه ظلام يا أبي، ظلام وكلام كلام عدا. بس يا أبي جدي أبو العرف ما بيقبل حدا يجيب معدلك بنوم. خير يا أبي، إلا ما يجي يوم وتعرف إنه أبوك على حق. مسيك يا أبي، مسيك. هدول إلك، اعمل فيهم اللي بدك يا عكاش. ضب مصاريك، نحن مو مقصرين مع الولد بنوب. خالد طلع منا انت يا ابي، طلع منا. لا اله الا الله، الله يجزيك يا شيطان. طولي بالك تقبريني، هلا ما بتلاقي غير اجا. ها؟ يلا يلا. ياما، ان شاء الله بتطلع على قبري. تقبر قلبي يا امي، ان شاء الله بتكفني.
أنا شفته لأبي وما كان بيخوف. إن شاء الله بتطلع على أمري. أنا كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك وما فيني أعيش بلاك. وأبي كمان بيحبني. أهلي بيعرف بيعرف. شو يعني يا أمو؟ مو مهم تقبرني، مو مهم، مهم إنه رجعت لحضني. صلاة تقبرني. هاي قدام كل أهل العمارة، معكم مهلة 3 أيام. إذا ما وصلتني القتاوي وإجاني ابني لعند مني، لا تلوموا إلا حالكم. يلا هذا الحكي دعيم. شو معنى هذا الحكي؟ هذا الزعيم شرحين عيونه رسمي. مالنا غيرك يا زعيم، الله يوفقك. مالنا غيرك. وحده الله يا رجال، وحده الله. خلص قلت لكم القصة عندي، لحدا ياكل هم. ايه الله محييك زعيم، الله محييك. الحمد لله على السلامة فاروق. عليك فاروق على السلامة. يا بيواصل يا بيواصل، الله يرضى عليك فاروق. وعليكم يا الله يسلمك. الله يسلمك كريم افندي، يعطيك العافية، ما قصرت. كريم افندي ما قصر معي بدوب، حتى انه تعهدني دام حاكمي رح تطلعوني. ايه والله كتر خيرك يا كريم افندي، والله كتر خيرك، ما قصرت والله. اذا قال من وين بتجيكم؟ بعدين فاروق كان متعاون معنا كثير منيح، وقال له للمحقق انه عكاش هو اللي فات على الخستخانه. يا هبي احكي لك انطع يا هبي، قريت علي لان كل مصايبنا منه. ايه وحد الله زعيم، وحد الله. والله العظيم يا واطي، والله العظيم لولا انك من ظهري لحتى اقول انك مو ابني ولك حيوان. نحن إمتى منقر على أولاد حارتنا؟ إمتى؟ يا أبي لو كنت مطرحي كنت قريت على كل رجال الحارة. إيه؟ نلع من وجودك، نلع! روق يا أبو العز، لسه أبسط من هيك. روق. شفت لك اخي، قلت لك مستحيل الزعيم ابو العز يخلفي. الخوف لك اخي بيقطع الجوف، هيك عالم ما بتجي الا بالرص، تعطيهم ريق حلو بينجلقوا. اخي هي خلوك تشوف ابنه. يا والله كتر خيرهم اللي خلوني اشوف ابني، بس هدول البشر من كتر ما تعودوا على الظلم صاروا اذا عملوا الشيء العادي يفكروا حالهم عم يعملوا منيحه مع الخلايق. حسبي الله ونعم الوكيل. ونعم بالله يا اخي، الله سبحانه وتعالى بيعرف شو في بالقلوب وأدرى بالنوايا. من هون لثلاث أيام إذا ما فتحوا كيسهم ودفعوا لي عليه هون رح يشوفوا شي مني ما بيعجبهم بنوب.
إيه ما حلي لسا شوفوا لابن عمي بدكم تاخذوه على الخستخانة. إيه معلش، وكمان فاروق ما شافها لخاتون لما صحيت، وأنا رح استناكم ونروح سوا. خفوا يا جماعة، يلا إذا بدك تروح استعجل. شرف يلا قوم تقبرني. قوم نعيم، ما نسيتنا. يسلموا. الظاهر نسيتنا، عجبتك الشيخ ده انت بعيد، حتى بعد وراي بتاعك لك شعبه. والله اثبت لي انك حلاق شاطر. الله يخلينا نسيت، مرنا خدمة اي شيء. هذا عاد ارتاح شوي. ما بصير سيدنا. تفضل. ليه؟ شو قصة مسجد عكاش اليوم على الحارة؟ الله يوفقه يا سيدنا، جاي يعني طالب أتاوي منا، الله يسلم الديان سيدنا. طالبنا بأتاوي ويخرب بيته كل حين ومين بيطلع لنا فند جديد سيدنا. بس أنا بحس أبو العز ميال له شوي. إيه سيدنا أبو العز يعني سايره بسايره، طول باله عليه لأنه شو بدي أقول لك، بركي بنصلح في بيناتهم ولا كيف يعني؟ فسر لي اكثر. سيدي ابو العز كان عاطف بنته لعكاش، بس عكاش ما قدر هذا الشيء. هيك لك انا. بس بينك سيدي مطلعتك لفاروق يعني كويسه، كانت كثير كثير، واهل الحاره يعني متفاجئين من هلا التصرف هذا. متفاجئين؟ ايه متفاجئين. يعني اللي بقصده سيدي انه يعني انت معاملتك مع اهل العماره متحسنه اكثر بكثير، يعني برافو عليك. سبريبيان ولا سيدي ما بخي. سلموا بيتك. السلام عليكم. اهلا وسهلا، يلا يا شباب وصلوا ضيوف، خلونا نقوم الواجب. الشغله مو حرزانه يروح فيها قتله، باحملوا درب طريقكم وتيسروا ولا تاكلوا هم الرزق عندي. والله رزق مو لنا يا ابو ضاي، والله رزق مو لنا، رزق امانه. لك شو ما بتفهم؟ عم اقول لك احمول حالك وخد حشاكيلك وانقبر من هون. يلا داخل على عرضك يا ابو ضاي. اذا حدا سالك وين راح صاحبك قل له انغلط ورفع سلاحه بوش عكاش. يلا انقبر من هون. يلا ولا يلا طالع. شو معك؟ طالع هاك. يلا انقبر. يلو يلا.